السلام عليكم خاوتي، معكم زينو طروادي من قناة اليوتيوب زينو طروادي. اليوم بغي نتكلموا حول الزلزال المغربي اللي حدث وتكلمنا عليه، تطرقنا عليه من قبل فيديو نشرناه البارحة، ولقى ضجة كبيرة ولقى تفاعل كبير. كاين بزاف الجزائريين اللي علقوا، قال لك هذا الشأن مغربي داخلي وما يهمناش، وكاين بعض المغاربة اللي قال لك انتم الجزائريين ما تبغوناش الخير ومشنا منكم حتى خير. الحاجة الأولى اللي نقولوها، نقدموا تعازينا لأهل الشعب المغربي، باسكو على بالنا هذه كارثة إنسانية حلت بالمغرب، راه فيها ضحايا أطفال نساء رجال شيوخ، فيها ضحايا ناس ما عندهم حتى علاقة بالسياسة، ناس بسطاء من الشعب المغربي، الناس اللي كانت عايشة في بيوت هشة مساكين وبالليل ونهار لقاو روحهم بدون مأوى وبدون عائلات. شيء يحزن، كما يقولك يحزن القلب عليه كثيرا. ما عاد نروحوا للناس اللي علقتنا، نبدو من الجانب الجزائري. بزاف الناس من الشعب الجزائري قال لك ما يهمناش. خوتي هذه راه كارثة إنسانية، هذه بلا كمام. انا واحد من الشعب الجزائري اللي كنت ضد الناس واللي كانوا يعايرونا، بيان سور بالطبع كجزائري ما راحش نرضى انا واحد يسب بلادي ولا يسب الشعب الجزائري ولا ما حنا كنا نجاوبوهم، كنا نردو عليهم في فيديوهات، هما كانوا يعايرونا ولا يسبونا وحنا كنا نردو. بس اخوتي هذه كارثة إنسانية، كارثة إنسانية معناتها هذه كيما تقدرت عليك تتقدر علينا حنا وتتقدر على واحد اخر. هذا صالح بيد الله سبحانه وماشي بيد العبد. دونك كيما يقول لك شيء مؤسف وشيء يحزن له القلب، هذه كيما يقول لك لا غبار عليها. ومن بعد نتوجهوا للجهه، الفئه تاع الشعب المغربي اللي قالت لك انتوما الجزائريين ما تبغوناش الخير وكاع. خوتي نالوا الشيطان، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم. كيما قال لك ربي سبحانه، حنايا رانا خوت، وباش انا نرضى نشوف واحد انسان من المغرب ونشوف عائلته ماتت ونشوفها عايش في حاله كما يقول لك يحزن عليها القلب قبل ما تحزن عليها العين، سي با فاسيل ولا خوتي ماشي سهله. الله يحسن عنكم ولا يقدركم، وحنا رانا كما يقول لك رانا جيران، وقال لك ربي احب لنفسك كما تحب لاخيك، هذه ربي سبحانه. سيفري تفاعلنا معاكم، سيفري نتوما كنتو ديروا لي فيديو وحنا كنا نردو، سيفري كاينين مناوشات وكاع، بصح ما توصلش بينا حنا كجزائريين لدرجة نستشفو في انسان. باسكو باش تستشفى في انسان ميت خويا اسمح لي راك مجرد من الانسانية تماما. وما تخلوش ما تعطوش الفرصة، راه كاين ناس ماشي جزائريين وماشي مغربيين، ناس كاع من بلدان واحدة أخرى يديروا لي فيديو على المغرب والجزائر باسكو يعرفوا بلي هذا الموضوع فيه تفاعل، يحوسوا يزرعوا الفتنة ويحوسوا يطلعوا القنوات تاعهم. حنا الأجدر بينا نطلعوا بعضنا، أنا كجزائري نعاون واحد جزائري ولا نعاون واحد مغربي يكون عنده محتوى نقي، محتوى مفيد ماشي محتوى عيان. وانت كمغربي الأجدر بيك كيما يقولك تعاون واحد مغربي ولا تعاون واحد جزائري، على اللي تروح تعاون واحد يسب في المغرب ولا يسب في الجزائر ولا يحوس يزرع الفتنة ما بين المغرب والجزائر غير باش يطلع القناة تاعه. هذا رانا عايشينها ورانا نشوفوها. نتمنى ما كنش طولت عليكم في الفيديو، الله يسمح لنا من الوالدين والله يغفر لنا والله يهدينا كاع كيما درنا. وبارمي الصوالح اللي عجبوني كاع نوجه تحيه للدوله الجزائريه وتحيه للقياده الجزائريه اللي كيما يقول لك كانت عندها شوف كيما يقول لك حنا الجزائريين ماشي حنا الجزائريين، انا نتكلم على دوله جزائريه. والله ما غريب عليا كي نشوف هذه المواقف باسكو على بالنا بلي الجزائر توجد عندها مواقف تاع رجوله في اوقات الشده. دونك نوجه تحيه لكامل الجزائريين كامل المغاربه الشعب المغربي، والله يكون في عونكم والله يقدركم، والسلام عليكم.